السلام عليكم. يوجد توجه عند الكثير من النساء ويقولن أنهم لا يريدن الزواج ولا رغبة لهم ولا رغبة لهم في الزواج، ولا يرون أي فائدة في أن يتزوجوا، وهكذا هم أحرار وسعيدات وسيكملن حياتهن هكذا ولا حاجة للزواج، خصوصا النساء التي لديهن عمل مستقر ولديها شهادة عالية، لديها أجر يعني محترم، مبلغ عالي تتقاضاه في كل شهر. فتقول لك: لماذا سأتزوج شخص يحكمني ويسيطر على حياتي وأتلقى منه الأوامر؟ لذلك قررت أن أصور فيديو لأخواتي المسلمات المؤمنات التي يمكن أن يتأثرن بهذا الكلام الفاسد، التي ستكونين أنت المتضررة الأولى منه. أولا، مسألة التحكم. كلنا في هذا العالم، كل البشر لديهم جهة تتحكم فيهم، كل، سواء كنت رئيس دولة أو كنت عامل في شركة أو كنت متزوجة أو كنت عازبة، كل شخص لديه شخص فوقه يخاف منه ويهابه ويضرب له ألف حساب. وهكذا هي الدنيا، هذه هي سنة الحياة. لا يوجد شخص يقول لك: أنا حر ولا يتحكم في أحد. هذا يكذب. كلنا، ابتداء مني إلى أكبر رئيس دولة في العالم، كل رؤساء الدول في العالم لديهم شخص أو مؤسسة أو شعب يخافون منه ويضربون له ألف حساب. فمسألة أن ترفض الزواج أنه يوجد شخص يتحكم فيك، أنت أصلا الشركة تتحكم فيك. إذا كنت تتعاملين مع زبائن في عملك، فالزبائن تضربين لهم ألف حساب وتختارين الكلام الذي ستقولينه له، بل وكل يوم، بل وعدد من الساعات في اليوم. فمسألة التحكم هذه كلمة فارغة، لأنه حتى ذلك الزوج الذي سيتحكم فيك هو أيضا يخضع للشركة التي يعمل فيها، أو إذا كان يعني لديه تجارة حرة فهو يخضع للسوق ويخضع للزبائن. فكلنا نتعرض لشيء، لشكل من أشكال التحكم. فأنت كامرأة مسلمة اختاري التحكم الذي سينفعك أكثر بكل بساطة، لأنك أنت محكومة، محكومة سواء حكمت من الشركة أو حكمت من زوجك، أو حتى يعني لم تفعلي شيئا ستحكمين من الدولة ومن الشرطة ومن القانون. أنت محكومة، محكومة من طرف، من جهة ما، وتقيسين الفوائد على المدى البعيد ثم تختارين ما هو الأنفع والأصلح لك. أنا أقول لك أنك إذا فكرت بعقلك واخترت صح، ستختارين أن تخضعين لزوج صالح صادق. إذا اخترت أي جهة أخرى تخضعينها وتحررت من الرجل، فأنت هي الخاسرة الأكبر. سأعدد لك الخسائر التي ستجنينها إذا اخترت التحرر من الرجل وقررت عدم الزواج، يعني لن تتزوجي وستظلين هكذا طول حياتك. أول شيء، ستفقدين الأمومة، لن تصبحي أم، كل مشاعر الأمومة التي لديك تأتيك من حين لآخر لن تناليها نهائيا. ثاني شيء، الشهوة، أن تعفي نفسك، سيظل لك فقط الزنا ويلعبون فيك الرجال كما يشاءون. حتى بعض النساء تقولن: أنني أنا أتحكم في الشهوة لا أخاف الفتنة. الآن لا تتحكمين فيها، من يعطيك ضمان أنك تتحكمين فيها طول حياتك؟ هذه مخاطرة ضخمة، يعني هذه مخاطرة عالية، إنسان لا يضمن نفسه من اليوم إلى الغد. ستفقدين الحماية إلى الأبد ما دام زوجك حي، الحماية سواء من المجتمع والحماية من المخاطر، ستضطرين للدفاع عن نفسك، لا يوجد رجل يحميك. يمكن أن تستهزئي بهذا الأمر الآن، لكن أعلم نساء تعرضن لمضايقات من شباب لسنوات ولا حل لديهم، لا شرطة نفعتهم ولا شخص نفعهم إلا أباها أو عمها أو خالها، يعني تلجأ لرجل في عائلتها لكي يريحها من ذلك الشخص الذي هو ملتصق في حياتها، لا يتركها، يضايقها ليل نهار ولا يرضعه إلا رجل مثله. هذا واقع تعيشه كثير من النساء اليوم. تفقدين أهم رسالة لديك في هذه الدنيا، لن تنفذي أمر من أوامر الرسول صلى الله عليه وسلم بالزواج وتوريث الإسلام لأبنائك. أهم شيء، ماذا ستكون رسالتك بعد موتك؟ ما هي الرسالة التي قدمتها؟ يعني اشتغلت 30 سنة في شركة ثم بعد موتك جاءوا بواحدة أخرى مكانك، ما هي الرسالة التي قدمت؟ أين هي رسالتك الأساسية التي مفروض أن تكون أن تورث الإسلام لأبنائك، وأن تقابل الرسول صلى الله عليه وسلم والله سبحانه وتعالى وأنت راضي أنني قدمت رسالتي وتزوجت في العشرينيات وربيت وأنشأت أبناء صالحة وبذلت كل جهدي وذهبت أنا تاركة ورائي أبناء صالحين يدعون لي وينفعون أمتهم وينصرون الإسلام؟ أين هذه الرسالة؟ لا توجد رسالة لديك. ستموتين وكل ما قدمته هو مال ضرائب قدمته للدولة، واستفاد منه سياسيون
وعاشوا بهم حياتهم، أن تقدمي رسالة قيمة يعني غير المال والمادة. لا شيء، آخر شيء ستخسرينه أو ستعانين منه كثيرا هو الاكتئاب والوحدة والفراغ. تخيلي نفسك بعد 35 سنة أو 40 سنة، لديك 40 سنة، الاهتمام الذي تنالينه الآن من إعجاب من الرجال في الشارع، من ناس يتقدمون لتزوجوك، من رجال يريدون الزواج منك وأنت ترفضين، من كلام جميل عن جسمك تسمعينه، يعني كل هذا الاهتمام الذي أنت الآن متشبعة به ويرفع من معنوياتك سينقص تدريجيا حين تكبرين في السن. سينقص الاهتمام وربما سينعدم، لا يوجد اهتمام من أحد، حتى الذي يريد أن يتزوج لن يذهب لامرأة فوق 35 فوق 40 سنة، لن يذهب إليها، سيذهب إليها القليلون الذين هم أصلا كبيرين في السن، لأنهم أنهوا حياتهم ويريدون الاستقرار مع زوجة يعني كبيرة، مع امرأة كبيرة في السن، ولا يريدون أبناء ولا عائلة. أغلب الرجال الذين يريدون الزواج يذهبون للعشرينيات، للمرأة الشابة التي لا زال بإمكانها أن تنجب وأن تصبر لأطفالها وأن تسهر معهم. يعني ستفقدين الكثير من الاهتمام الذي هو لديك الآن، أنك الآن جميلة وشابة وصغيرة في السن. ماذا سيكون يومك حينئذ؟ ماذا ستفعلين في يومك؟ أنت تذهبين إلى العمل وتأتين لمنزل فارغ، كل صديقاتك تزوجن، كل من مشغول في عائلته وفي أبنائه. ماذا يوجد في حياتك؟ يعني ما هو الذي سيشغلك في كل اليوم؟ لديك مال في البنك فقط، لا يوجد زوج يهتم بك، يسألك كيف حالك، يخطط معك لنهاية الأسبوع، يخطط معك للعطلة، تخططون مع لأبنائكم ماذا ستفعلون لهم وماذا سيفعلون، يسألك ماذا تريدين للمنزل، تخرجين معه، تدخلين معه، تتكلمين معه، لا يوجد أي شيء، أنت وحدك في المنزل، لا يوجد أبناء تنشغلين بهم وتسألينهم كيف مر يومك وماذا تفعلون وتعيشين معهم حياتهم حتى ينضجون، لا يوجد أي شيء. ماذا ستفعلين في كل اليوم وأنت فوق 40 سنة؟ ماذا ستكون حياتك؟ سفريات وخروجات وعمل؟ صدقيني حينئذ ستندمين ندما شديدا، لكن سيكون الوقت قد فات للأسف، وحينئذ ستشعرين بالخدعة التي خدعوك بها منذ الطفولة بالاستقلالية والعمل والشهوات والمتع وراحة البال إذا كنت وحدك، حينئذ ستشعرين بها. وهذا ليس رأيي، هذه إحصائيات معترف بها وواقع يعيشه الغرب، نساء الغرب الغير متزوجات فوق 35 سنة، أغلبهم يذهبون لأطباء نفسيين ويتناولون حبوب الاكتئاب والحزن وكل هذه الحبوب التي تشخص للأمراض النفسية. الكثير جدا من النساء يعانين من هذه الأمراض هنا في أوروبا أو في أمريكا أو في العالم الغربي ككل. لذلك لا أريد أن تكون نهايتك هكذا، نهاية مظلمة وحيدة مكتئبة، وربما تموتين ولن يشعر بك أحد. حينئذ ستكون أمنيتك أن تبقى أمك وأبيك على قيد الحياة كي تعيشين معهم أكثر وقت ممكن، أنهم إذا ماتوا لن يبقى لك أحد، ستكونين غريبة وحدك، الكل ينظر لك بشفقة، ليس فقط في مجتمعنا العربي أو الإسلامي، في كل العالم لا يضحك عليك شخص، كل العالم، هذا واقع. Hey TikTok. You know it's crazy because I joke a lot about being single and you know I laugh it off. But I'm 46 years old. And while I'm getting ready for surgery and everything, it dawned on me. Hold on. I'm sorry. It dawned on me that I'm 46 years old and I don't have a husband to take care of me. I don't have a husband to help me get ready. I'm 46 years old and I still need my mama to take care of me post-op. I still need my sister, which whether I had a husband or not, they would be there. It sucks. Being single and 46 sucks.
That's it. It just sucks. And I'm fucking tired. And I make jokes about the fucking buffoons that I have been encountering in dating. But in reality, this is my reality. This is my reality. This is my reality, and those stories are the shit that's available, because all the good men have gotten married in their 20s and 30s because they're good men. I'm not blaming it all on men, because women are fucking shit. They're fucking batshit crazy too, so. But this is my reality, not anybody else's. That's all. لذلك أتمنى أن تصل هذه الرسالة لأكثر عدد ممكن من الأخوات المسلمات. هذا كان كل شيء، والسلام عليكم. عليك بالتأني وأعطِ دون مني، وسر نحو الثريا بسير مطمئن. لا لن تنال فوزا وعزا بالتمني، فلا تكن كسولا ولا تقل لو أني.